حتى اسمع اذا لاحت بروق الشعر كيف انام؟ اسمع اسمع انا نكبت ما ظن انام وعيني ترائيها. سلام. انا يا ابو حمد قد لي 8 ايام اوردها ظوامي لين مرويها على جم المعاني والضلوع احياء مصدر من بعد مرويت ضاميها وانا قد قلت لك كلمه وانا ملام مشاريها العرب مانيه بدانيها وانا قد قلت لك كلمه وانا ملام مشاريها العرب مانيه بدانيها انا ظرفي كبير وللظروف احكام وانا اعرفك فيه من في معانيها لكنك رب حزامك والوعد قدامنا لك حق وتنتن دايمانيها على خط الجبيل اللي من الدمام من البارح وانا لاجلك مشريها على الدرب الخطير محطم على ارقام انا ابو زيدها وانا عطاويها لو اني ما اخذ لي رحله استجمام باجل رحلتي لاجلك واخليها على الدرب الخطير محطم على ارقام انا ابو زيدها وانا عطاويها لو اني ما اخذ لي رحله استجمام باجل رحلتي لاجلك واخليها لكن عندي سؤال ونقطه استفهام الله الله اذا عندك مجال تفيدني فيها ابوك اللي خذا ثنتين قبل عوام نسيتك قبل يوم وقلت وش فيها لكن انا سؤالي يا علي ما دام بيك معدد وجدك مثنيها لا من جاتك الفرصه مع ريال تسويها انا اظن تسويها الولد بشم قلت لا لا انت قلت لي يبيك اللي خذا ثنتين قبل عوام نسيتك قبل يوم وقلت وش فيها لكن انا سؤالي يا علي ما دام بيك معدد وجدك مثنيها لا من جاتك الفرصه مع ريال تسويها انا اظني تسويها وانا جيت بمدح ما مدحت اخمام وعلى قول المثل الاول بغنيها الى زل الفتى 20 عام وعام يمين الطيب تضح لك مواريد الله يا سلام وانا اشوفك كريم وطيب وضرغام ولك شعبيه تمهد مظاهير الين انتهيت فيها بس اهم شيء انه تسويها بالي تسويها انا اظنك تسويها بالي اظنك تسويها قام انا المتصل لحظه